انضم إلينا مراسلنا بيوارد خاز ليطلعنا على آخر أخبار المحافظة وما فيها. نعم يا بيوارد، تفضل، لك الكلمة. نعم، تحية طيبة، مساء الخير زملائي في الاستوديو. طبعا هذا المكان الذي أنا متواجد فيه هو مستشفى أزادي التعليمي العام في محافظة دهوك. في 18 من شهر آب الماضي تم تخصيص هذا المستشفى فقط لاستقبال المرضى والمصابين بفيروس كورونا، وذلك لأن أعداد الإصابات بهذا الفيروس ارتفعت آنذاك، حيث كانت الأعداد تتراوح بين 300-400 إلى 500 حالة في يوم واحد فقط، وكان عدد الحالات التي تتماثل للشفاء آنذاك منخفضة جدا. ولكن اليوم انعكست الموازين، حيث في محافظة دهوك تشهد يوميا قرابة 400 إلى 500 حالة شفاء جديدة بهذا الفيروس، كما الإصابات الجديدة منخفض جدا بقرابة 60-70 إلى 80 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا. لذلك هذا الواقعة أو هذه التحسنات في الواقع الصحي في محافظة دهوك دفعت السلطات الصحية إلى إعادة افتتاح هذا المستشفى، ولكن بداية ببعض الأقسام المهمة في هذا المستشفى، حيث تم افتتاح الاستشاريات بكل أقسامها، استشاريات جلدية واستشاريات أمراض الأسنان، استشاريات الأسنان والضوئي، وأيضا الأورام والإذن، بالإضافة إلى قسم الأشعة والسونار والصيدليات في هذا المستشفى، تمهيدا لافتتاح الأقسام الأخرى في هذا المستشفى. ولكن أيضا وسط تحذرات من الأطباء بما يصفونه بالتفاؤل المستعجل، وكذلك بعد ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا، ولكن لحسن الحظ إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا كما يصفه المختصون بأن المناعة التي يكتسبها الفرد من فيروس كورونا كوفيد-19 هي نفس المناعة التي تستطيع أن تقاوم السلالة الجديدة من هذا الفيروس. باختصار هذا كان ما لدي الآن هنا في مستشفى أزادي العام في محافظة دهوك، وعودة ثانية إليكم في الاستوديو. نعم بيوارد خاص من دهوك، شكرا لانضمامك إلينا.